كما قلنا، لقد أخذ الرومان عن الإغريق فنونهم وآدابهم وتماثيلهم ومسارحهم ومبانيهم وحتى ديانتهم. وكان من أهم مميزات الأزياء الرومانية أنها كانت مأخوذة غالبا من الأزياء الإغريقية، فلم يكن عند الرومان وقت للإبداع والتفنن لأنهم انشغلوا بالحروب والفتوحات، ولكن الرومان اهتموا في ألوان النسج منسوجات، وأفرطوا في استخدام الزينة، يعني تزينوا كثير فارتدوا أزياء بصبغات وألوان متعددة ومطرزة بالذهب، بينما ارتدى عامة القوم الكتان الخشن. فقد ابتدعوا الرداء المعروف باسم التوغا، وهو رداء روماني يرتديه قادة الرومان في كل المناسبات التي ينتصرون فيها في الحروب، واعتبر الثوب الرئيسي للملابس الخارجية التي ارتداها الرومان. وكان هذا الثوب يحدد مكانة الشخص الروماني في المجتمع، وكانت ترتديها النساء أيضا التي تم تطليقها بسبب الزنا. فالتوغا الرجالية كان رجال الرومان يلبسونها، تشبه العباءة أو الشملة، الشال الذي كان يرتديه الإغريق في نفس الفترة. وارتداء التوغا، وهي نوع من الصوف يعني حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، فيبلغ طول حافتها المستعملة المستقيمة 16، وظل هذا الملبس حتى 300 قبل الميلاد عندما بدأوا يرتدون ثوب التوغا. فقد خضعت التوغا إلى تغييرات عديدة، أصبحت أضيق وضيقة وازدادت طياتها حتى انتهت بشريط ضيق وطويل. فهناك منحوتات تبرز عملية ارتداء التوغا، ويجب أن تناسب قياس من يرتديها. فالحضارة الإغريقية والرومانية حضارة واحدة متصلة باسم الفن الإغريقي الروماني الجريكو روماني. فقد استمر هذا الأسلوب الإغريقي مؤثرا في الملابس الرومانية. أما توغا كيورا، ثوب أي مواطن روماني غير مطرزة صوفية ذات لون أبيض، وكانت أقصر من غيرها، يعني كانت أقصر من التوغا الأولى. أما توغا بريتكستا فارتداها القضاة والقناصر والمراقبون، وكان يميزها عن غيرها الشريط ذو اللون الجواني. أما توغا كانديرا فتشبه توغا بيورا لكنها بيضاء جدا، وكان يلبسها من يبحث عن عمل أو منصب. توغا بولا، وهي ذات اللون الرصاصي الغامق أو الضارب للسمرة أو الأسود، تستخدم في الأحزان والحداد عند الرومانيين. فلون السواد عند الإمبراطورية الرومانية لون الحداد، متصل بالموت والشر والسحر. أما عند الإغريق القدماء فكان الأسود أيضا لون العالم السفلي، فهو عند الإغريق والرومان قديما كان يدل الأسود على السواد على الشيطان. لون السفلي أو العالم السفلي منفصل عن عالم الأحياء عند نهر أرتشيرون الذي كان ماؤه أسود. فقد تم إرسال أولئك الذين ارتكبوا أسوأ الذنوب إلى تارتاروس، أعمق وأعمق مستوى العالم السفلي، حيث كان يجلس على عرش خشب الأبينوس الأسود. توغا بيكتا، توغا النصر، ارتداها القادة المنتصرون وطبقة الدولة الخاصة، ثم أصبحت فيما بعد الزي الرسمي
للأباطرة، أباطرة الرومان، ويعتقد أنها كانت ذات لون أرجواني ومطرزة بخيوط ذهبية، يعني التوجة تكون مطرزة بالخيوط الذهبية وتطريز الذهبي. أما توجة ترابي فهي متعددة الألوان، حافاتها ذات اللون الأرجواني، يختلف لونها باختلاف منصب من يرتديها، فهي يعني ذات اللون الأرجواني لمن يكرسون خدمتهم للآلهة. وأما الثانية فهي ذات اللون الضارب إلى الأرجواني وأبيض للملوك في العصور الوسطى، مقلمة باللون الأرجواني والقرمزي، فهو للون العرافين.